كانت نوم، والناس ورا الأيام تغزي الخيوط الضوء. كان العشم واقف تحت المطير الشوق، والحلة محنا أنا ما عارف شين بتسوق. كان العشم واقف تحت المطير الشوق، والحلة محنا أنا ما عارف شين بتسوق. كل الحكاوي هنا كاسيها العشم واقف تحت المطير الشوق، والحلة محنا أنا ما عارف شين بيسوق. كان العشم واقف تحت المطير الشوق، والحلة محنا أنا ما عارف شين بيسوق. حاضرنا ما غايب وأحلامنا ما غايب، ما خاب وقف في باب خيرك للخلوق للجان أصحابك. ولا يسخي العطاي، ولا يسخي العطاي، ما خاب وقف في بابك. ولا يسخي العطاي، ما خاب وقف في بابك خيرك للخلوق اللي رجان أصحابك. مولا السخي العطاي، تقيلة ماشي لها في راسك. يا ولدي أنا كنت بشيل أكثر من كده بمراحل عجنة. طيب أنا عيني لها رقبتك دي وحاجة تقيلة ماشي لها في راسك. الفوق الراس ساهل عجنة، صعب حمل الجو والراس هالعشاء. ولدي مولا يسخي العطاء، ما خاب وقف في بابك
خيرك للخلوق لرجان أصحابك ولا يسخي العطاي ولا يسخي العطاي ما خاب الوقف في بابك خيرك للخروج اللي لجا نسحاب ولا يسخي العطاي ما خاب وقف في بابك خيرك للخروج اللي لجا نسحابك ولا يسخي العطاي ولا يسخي العطاي ما خاب الوقف في بابك الله يا تيراب ما طالبنا حليف ولد اللي اسمه سعيد ده كرهنا فيه ولاد الصبيان ولد واحد الله ورقبته يفوت المسكينه دي وهي في العمر ده ازولها ما تنجفوا ساكت اما انا ما حرس لا مشاعر شاب احرس لامتين واحرس شنو ازولها البلد ما طارده هيقول بقى جهنم بفوت امي امي جبرته قالت له سافر امش مثل العيال فتش رزقك انا هني قاعده مع اهلي وسط قبيلتي هيقول قالت له امره فتش رزقك قالت له ما تجي 5 سنين ما يجي سعيد تعرف وعارف محبته لامه باقي لك ان كان حي وعايش ما كان رجع ثاني هزرها الله يجيب العواقب سليمة أنا مع الرأي اللي بقول أجل ده مات هزول الموت ده ما مضمون لمنو لمنو والناس ما تقطع العشم وكمان في ناس شافوا عندك محمدين ود العطا ده شافوا في جبل العيونات هزول ها طيب حمزة والطلحة ما شافوا في مناطق الذهب هزول ها ده يشبه زاي إلا ما أكيدة أرح هزول أرح يا غنوم مواجبتي لك فين فاسك ما حقك إلا قالوا جود بالموجود بس دايراكي تاكلي سمح عشان بعدين كلامي تقومي تكوني سمينة مومينة عشان لا من تقومي تمشي تكوني ماشية كذي تقذلي وتقذلي كذي وتقذلي كذي وتمثلي يدك ذي كذي بس انتي ما تشيلي هم لأي شيء اهتمي بصحتك وكل شيء بيصلك لغاية عندك اكلي يا غنومة اكلي البيت بقى فاضي عليك يا سعيد لا من بقيتي تنضمي مع الغنم ترى اقول لك حاجة ما تشيلي هم لأي شيء أحيا مشاغل الدنيا ومشاكلها نستني لكن ولا تزعلي باكر القريبة دي بسوي لك خرزة حمراء فوق حرير عشان تكيف منك العين أكلني يا غنو أكلني يا غنو بدي السقلة وحلاتي كبرتي أكلي يا حبيبتي تنضم مع طير الشجر تنضم مع الحجر تنضم مع الخيالات الفراسة هي مخيرة ما في زور بزعلها بس تقعد ضيف في البيت ده وما تمر الناس كلوا لحمية رابحة ما قصرت في حق أختك الله شاهد والناس شاهد يا عبد الغيوم راجل تمرق التمساح من البحر عبد الغيوم أختك مارقة تخدم بالحلة في جنس العمر ده غير لقمة الكسرة وقطعة الهدم دايرة شنو أكتر من كده جبتوا ليها ودي لها العشاء ما تنوم وانت ماشي وين؟ ماشي أقصر الليلة الطويلة اللي ما بيقصر ده الليل والنهار اللي ما رافع يدينا والتندة وراجع سعيد رجع ليها سعيد تنهم يرجع ليك
ولا يطير لي خاتي. ما قعدت معاك 30 سنة في الحلة دي، لقيتي منه شنو؟ ما الفقر والعطال شكى وبكى منه، قال القلي في عين أمه غزال ما كطب. والله يا أخوانا قالوا ظهر ذهب الأيامات دي اشطب الراس عديل كده، قال إن ماشي في الواطة وطعنتك شوكة دنقرت الطليعة تلقاه سبيك الذهب. انت وصل يتين دحين الذهب ده ما قالوا حارسه دبيب. دبيب ملعون لعنه الله، قال إن جيت ماشي وعيلك في عيونك وخفته الله قال بيقولك أها إن بقيت راجل وجيت كتله الله قال بيقولك. نسوي له شنو؟ ها؟ تحامي النايم وشتت. أنا غايته كان مشيت قررته الماني مارق من بطن الواطة، والمارق لها شنو؟ أنا قررته لسوي لك شنو؟ العشاء أخوي أخوك ما أطمع، اللي قالوا 5-7 أرطال كدي تاع الذهب بيريحنه تب. حبيته بخرطة بالعقد ما بتبني. هيه العربية المكيفة. والقلم ودفتر الشيكات في الجيب. ده غير المرة الثانية. انت عبد الغيوم ده مالو اباكم؟ ابانا عشان كلامكم المسيخ ده في وقت ام سعيد. هاي لك الحله دي فيها موضوع غير الدهو وام سعيد؟ المواضيع نجيبها من وين؟ جبرنا على المر الأمر منه الحلة أبتني، حتى نفسي أبتني أمه. حيطان الغبشة والأيام الغبشة دافرانيو ساقيني لمكانا ما بعرفه. بتقول لي أمرق يا سعيد؟ أرض الله واسعة. أمرق يا سعيد؟ أرض الله واسعة. أرضا أرضا أنت ما فيها ضيقة أم سعيد، ما بشيني. رح يضربوا ساعة سعيدة ولدي. اللي أنت ماشي وين؟ ودربك قايدك عليه وين يا ولدي؟ محل ما الناس مشت ودافرت وعافرت، الناس ما أحسن من يومها ولا عندها قلبا حي، وأنا قلبي ميت. عفوك رضاك يا حاجة، عفوك رضاك يا حاجة، وكدمة ربنا يعليك ويغطيك ويعدل خطوتك. جي وقتها يا امه. هاك يا سعيد يا ولدي، هاك يا ولدي، دي هيبات كنت داخلين ليه عرسك، شيل بينفع عنك ويساعدنك. خليه معك يا امي. سعيد ولدك راجل بيعرف يتصرف، ما بتغلبه الحيلة. ودعتك الله يا امي. وضحتك لله يا ولدي، وضحتك لله سيدي يا ولدي، وضحتك لحد وين يا ام سعيد؟
عبد الغيوم اخوي الزول السمع عن سعيد ولدي مينو؟ كلام بنسمعه زي كله مرة وما بتحصل نتيجة. وراه شنو يا اخوي؟ ما في ايدنا حاجة غير اننا نصبر نرضى بحكم الزمن. كان حلو كمر، كان سمح كان شين، كان صعب كان سمح، كان انا كانت يا ام سعيد بكنا ناس كبار. الزول الكبير من يومه بيتحمل اللي بيحصل له، ما في ايدنا شي غير نصبر. سعيد راح كمان دار تروح يدي. لك الزول كان رنسجمان ورمضان زينا والله، مش بس الذهب شهر بس، الشهر الثاني والله عمل عمارة ثلاثة طوابق. الحين اجينا جناه هذا حي؟ قول حي وقول حظه ضرب معه في مناطق الذهب. البعيد شنو يكون كره الحلة وكره اليوم اللي ولدوا فيه، البعيد شنو زاد ويكون الوضع يصلح معه. القروش ما بتغير النفوس. الذهب ده ان شاء الله ان شاء الله يستمر كده في ارتفاع وما ينزل علينا. انت عارف اليومين ديل الجرام فيه كم يا الصغيرون؟ بكم؟ تخيل ساي كم؟ غلبك يا سعيد تصل البحر في طرف الحلة، المساسقة والمشاوير اللي بتمشيها كل يوم غلبتك، كل شيء قال لك لا. حتى كره هيك قارن لي يا سعيد، الله تراب أخوي. المرة دي مجاورة في الزراعة دي لي 5 سنة، تجي هي المرة قدامي أنا الراجل ما بي. هسا يكون عبد الغيوم ده أغنعها؟ المرة دي تعبت شديد بالحيل، تعبت ولا قنعت؟ اللي بتعيبها فيه واللي بيقنعها فيه. شنو دايره مني شنو تعبت
تبدل تبدل يا ستي ما دايره يا دايره يا تبدل عريس بان يا الزمن اشتري بيهن ايام زياده عريس بيهن ايام زياده اشتري بيهن ايام زياده داير من داير من الزمن اتمتع انت يا الزمن لكن انا ماتت؟ قالوا عم عبد الغيوم سلام عليكم. مرحبا. طمنا يا عبد الغيوم طمنا. الحمد لله الحمد لله. فتحت والروح ردت ليها الحمد لله. دكتور ابراهيم قال ترتاح شويه. كتر خيركم يا اخواننا. كتر خيركم والله. حكايه شويه الحمد لله. ام سعيد تعبت شويه. انا ومعاي جماعه من اعضاء اللجنه كنا ماشيين نقابل المسؤولين على مستوى المحافظه. اول ما سمعنا الخبر نفينا الاجتماع ودينا هنا طوال. كتر خيركم. وين دلوقتي ام سعيد؟ جوا. تفضل تفضل. خير والله الواحد كان لقى له طريقه فوق وقص حاجه الطاهر الله يسلمنا ده وقال كده اشيع على الذهب هلا هلا بكسي ما سنين خلوا الصحراء ديك ارنب بس ارنب شنو سفروك بس تفضل السلام عليكم كفاره يا حاج وزكاة جسم وأجر وعافية إن شاء الله. أم سعيد ما عرفتيني ولا شنو؟ أنا حاج الطاهر ما عرفتيني ولا شنو؟ ما بتنضم أظن لسانه تقل. كان على النظم يهين بسيطة ما مشكلة الناس اللي بينضم عمرهم كله سوي شنو؟ بقول شنو يا حاج عبد القيوم؟ إذا المسألة استدعت المشي للخرطوم أخوك موجود والعربية موجودة ما تشيل أي هم ما بتقصر يا حي الطاير كتر خيرك فتناكم بعافية الله يعافيك الدنيا جات قصداني وش نقول مع الزول اللي ما بتقرعوا الجبخانة ايه انا اخوك يا عبد سينا هس 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 دهب يا اخواننا دهب هاي دهب انا ما بعرفه دهب 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 في حلتنا دي ما بصلي دي اشاعات ساكت وانا ما بصدق الاشاعات الاشاعه اصل حدها وقالوا الكذاب وصلوا لي خشم الباب انت عارف يا صديق اجانا بخبرك سكتت
خبارك سكت. خبارك سكت. مفتش زي ما قالوا المويه قضي بالغطاس. فتش يا اخو رانا شوي. انا ذاتي بميل للقصه دي، وبعدين الارض دي شكلها ارض ذهب ذهب، شكلها فيها مغابر قديمه كده، وقالوا ان الزمان ديل واحدنا من يموت بيدفنوا معاه ذهبه. قطعه واحده بس ان شاء الله اتم بيها الشنطه بتاعت العرس اللي ما دار يتم اللي هو 6 سنة ده. والله واطى جدي اللي تلقى فيها الذهب ده الا البصله الا كانت فينو فيها. من عام الاول واحنا شوف واطات الذهب، جدي فضل الله يرحمه كانت مرتع بهايمه وبيزرع فيها العيش الريف، كان له شهود موجودين، كان له باب الغانون فاتح، كان حكايه بقت قلع حرم احنا ولا سند حقنا ما بنقلع. هي الحاجة ده العصير ودي قهيوتي ودي مويه زرقاء كان دورتيها. انا بمشي وبجيك هسيدي، دار امشي اشوف الحله دي الحاصل فوق شنو. اتوصي برقبتك يا حاجة. كان دخل الحلة دي وجري ولا جابوا نسب ولا جابته مرة اللي كلمونا نعرف حاجة. عبد الغيوم قصر الشر الذهب الظهر ده يا قاسيون في العود بالعود يا عود ده يا بهم حرم يا بهم. عبد الغيوم قصر الشر يا عبد الغيوم. اسمع كلامي يا عبد الغيوم خليك 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 قصر الشر. عبد الغيوم حرم حرم يا بهم النبي اقف يا عبد الغيوم النبي اقف. اسمعوا يا ناس، اسمعوا كلامي ده وفكروا فيه كويس. ان بقيتوا كبار الخير الظاهر في الحلة دي بيكفيكم لجنة الجنة، لكن كمان ان بقيتوا صغار وشايلين العكاكيز والعصي ليه بعضكم زي ما انا شايف، انا حاج الطاهر ده برفع ايدي من الامر ده وببلغ الحكومة. وانتوا عارفين الحكومة كان عرفت الامر ده بيطلع من يدكم وما بيبقى حقكم وما بتلقوا شيء. دحين هسه موافقين بانه اللجنة تقسم ليكم المنطقة دي بالمتر وكل زول حسب حظه، ولا عندكم رأي تاني؟ موافقين. تمام. اذا ما في زول فيكم يصل مكان الذهب،
ومين دريبكم ده؟ كل زول على بيته ها؟ وتنتظروا قرار اللجنة وتوزيع العادل. والقرار ده متين؟ الليلة الليلة وقبال باكر يا حاج عبد القيوم. كل واحد يستلم حقه وياكل ويقش خشمه. وباكر الدنيا كان سمعت بيجوا وأصيرة مصيرة تسمع مصيرة تسمع يا جماعة. بيجوا يلقوكم مبسوطين، والقرش ذاك اللي لقيتوه في الوطة ما بتشيلوه. أكبر أكبر يا ناس. تعرف الشغل ده شغل مخطط وشغل مدروس. عارف ليه؟ عشان المستقبل ده ما فيه لعب. شوف القروش دي مهما ما قدرت يعني الواحد يتعامل معاه طبيعي، عشان الواحد يعني ما يخش الغرور لنفسه ويحس بعظمه زايده زي كده. انا حاسس ما قاعد اتعامل طبيعي، والله قاعد اتعامل معاه طبيعي. درس بالتبادي بيت بالتبادي، عرس ولا بيت؟ بيت عرس بيت يا اخي، بيت بيت. بعدين ذات البيت اللي انت خاطبها دي بنت خالتك دي ولا مغنعه؟ واجهها وقول لها انا ضد زواج الاقارب. هيا يا شارد شو اخوي؟ لا اله الا الله. والله يجي نصطمع، والله يجي نصطمع. البحر ما بيها زياده، والله كان ادى الزول اللي يشيل. باقي لك الحله دي ان سمعوا طلع فوق ذهب ما بفضل فيها طافي النار، والمغتربين بيجوا من برا ومتر الواطه بيبقى بيشيل فلان. هلا هلا سمسارهم كبلوا. قال لنا فزنا شطار طلع الله يشطر مننا. حاج بابيك الرسل ليه ولده جابه من الخرطوم؟ حرم ما خلونا شيء نستثمر فيه. اسمعني كافتيريا كيف معك؟ سياحي؟ هي سياحي. دجاج؟ يداك دوار. راح ازور. يا مواصلات يا أكل، أكثر مصدر للقروش الأيام دي. وبعدين دخل يوم يا عبد القيوم، باصات كبيرة من الحلة لمناطق البعيدة، وحافلات ورقشات من الحلة لمواقع الدهب. يلا يا عم سيد، مراحة مراحة يا أخي. العلاج ما بدور القعاد في العنقريت، بدور الحركة وبدور المشي. مراحة يومين ثلاثة كدي وتبقي زي زمان، ويمكن احسن. تعالي براحه، كرهاني بدي امشي
عشان تطلقيهم برا برا. الحاجة بالراحة عليها رابعة. بدل تريديها انت ما عندك خبرة خليها، بعد يومين ثلاثة بوديها لدكتور العلاج الطبيعي. علاج الدكتور يمش وعلاج رابحة يمش، هاي الحاجة ما أحسن؟ أحسن. بقول شنو الحال؟ أي سمحت، قالوا مرزوق والدخوك جاي، وقالوا الناس الرحلوا من الحلة ناس اللجان ما بيكتبوهم في كشف المستحقين. مرزوق والدخوك بيستحق؟ عرفوها عم عبد الغيوم ودوني مع الناس المستحقين، الا لو قالوا لي لا كنت بقلب عاليه واطيه. مرزوق الدخوي انت غشيم، كان انت سيد الجلد والراس بدور كدي، غيرك يقول شنو؟ الجلد والراس بقى عنده اسياد كتا عارف الزمن ده عمي. وضحتك الله عمي، اروح يا عمه. عمتك دي بتجيبها 200 في زول بيسوق عمته بيجيبها رجعة تاني. أم سعيد قالوا الزاير في يد المزيور يا عبد الغيوم يا أخوي. ويد المزيور قبضة قوي. وضعتك الله عمي. وضعتك الله الرسول. الله يسلمك أختي. الله يهدي طريقكم. ها عمي أظن عندي حبة كلمات كذي. أكتب لي هني كافتيريا تيراب السياحي للمشويات والمفروكة. جدا. أنا ما داري لي أكثر من دقيقة واحدة بس. أظن كتب لي مرحب بكم بالعربي وما كتب لي بالإنجليزي ويلكم. يس. دي وطاطنا. ايه؟ هي دي وطاطنا. حرموا وطاطنا. عرفتها كيف وطاطكم؟ حبوبتي مدفونة هني. حبوبتك مني؟ فاطنة بنت حمدين. فاطنة حمدين مني؟ فاطنة بنت حمدين حبوبت ابوي. مدفونة هني؟ مدفونة هني في المحلة دي. فاطنة حمدين دي مدفونة هناك في الحلة القدامية. مدفونة هناك كيف يا زول؟ بتغارتني في حبوبت ابوي؟ انت مجنون ولا شنو يا زول؟ مدفونة هني دي؟ حتى ابوي قبل ما يموت بثلاثة يوم حرم جابني هنا ده ومتري وراني القبر هنا
في وطاطه دي مدفونه هني حرم. قالوا لك فاطمه بنت حمدين دي كان عندها كثره ذهب. عندها ذهب ازول كثير بالحيل. اها وصت قالت لما نموت ادفن ذهبي ده معاي. حرم لما ماتت مرق عن قريبين. عن قريبين؟ اي ازول الجنازه في عن قريب والذهب في عن قريب. هني؟ اي هني. انت تيراب؟ اها. ومحقين بنت المك بتعرفها؟ سمعتها با. حببت ام امي؟ ام امك؟ اي. ديل الناس الفوق البجراوية ديل؟ هاي ما مدفونة هني؟ ماتت في البجراوية وجات اندفنت هني؟ ما جات مناسبة. هاي يا ناس زولة تجي مناسبة من هناك تندفن فيه واطاتنا تتصلبط فيها تبقى حقتكم؟ هي ما وصت. قالت وقت تموت يدفنوها جنب خالتها. انت فاطمة بنت حمدين دي خالتها ام حقين؟ لزم. هزول؟ والله. هزول مبروك طلعنا اهل. متر 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 هزول. تعال هاي دي حدة ناس اولاد طلحة. اولاد طلحة شو هزول العصر على المرحومة. على سمك متر.
جسد التاريخ والحاضر.